هذول رجل على الشاشه وقرا هنا بارك الله فيك. هذول شاعره، شو انت الان تصدقهم الان تاخذ عقيده منهم؟ نص عقيده الشرح الحديث، نص عقيده هؤلاء النووي وابن حجر، لا نص عقيده التلفيين في شرح الاحاديث. انت قلت انه مختلفون في الصفات فقط، فنحن تركنا الصفات على حيده. استاذ محمد، اما الفقه والاحكام والتفسير فقول واحد. استاذ محمد، هؤلاء لا تتفقون معهم مع الله تبارك وتعالى، تتفقون نحن ناخذ منهم، نحن السلفيين ناخذ من ابن حجر والنووي والعيني وقاضي عياض، هؤلاء الشراح للصحيحين. اي شلون تاخذ منهم؟ كلنا محدثون، هذا الديكيمي والعتيمي. بس اسمح لي، اذا شرح حديثا النووي في التوسل تاخذ منه او لا؟ لا انا نجح، انا اتصلت بك لا احدثك عن الصفات، الصفات موضوع اخر. لا انت تحدث، كلنا اهل السنه معتزله وسلفيون واشاعره، ناخذ من ابن حجر والنووي والقرطبي، ناخذ من هؤلاء. اقرا ماذا قال، اقرا ان ماذا قال. لا انا اريد منك انت تخرج لنا الشراح، شراح هذا الحديث. انت اقرا الحديث الذي انت يا استاذ ذكرته. اي تفضل، نريد ان نفهمه بفهمهم فقط، هذا ما اردت قوله لك استاذ. نفهم هذه القصه بفهمها. ما مشكله استاذ محمد بارك الله فيك. نعم، عاده انت الان انا طرحت اللي عندي، انت تريد تنقض علي، فالمفروض انت تقرا ما ينقض علي، مش انا اقرا لك، انت اللي تقرا. نحن اهل السنه استاذ وعد. ايه، هذه احاديثنا، ليس من حق اليهود والنصارى وغيرهم ان يشرحوها لنا. طيب الشراحون هم حجه علينا، ناخذ بفهم اولي الشراح. واضح، هذا ما اردت قطعا. واضح. علي بن ابي طالب من السلف، علي بن ابي طالب؟ ايه، وقدوتنا علي بن ابي طالب. زين، هو ولا الصحابة. علي بن ابي طالب شرح الحديث وكذب ابا بكر، تاخذ من علي بن ابي طالب؟ علي بن ابي طالب لما ساله عمر قال له انشدكم بالله هل سمعت رسول الله؟ قال نعم، خلاص انتهى الاشكال. طيب ليش بعد ان ذكرت له فاطمه جاء لابي بكر وطالبه بالميراث؟ أنا على حسب فهمي هم لم يأخذوا الميراث. لا مو على حسب فهمك، هم اختصموا في تقسيمه على بني هاشم. شوف أستاذ محمد، اختصموا في تقسيمه على بني هاشم. تصير منصف بعيدا عن الانتماءات. أنت قلت فهمنا للحديث، وعلي بن أبي طالب والعباس سلفكم. أنا صرت ليس مع النووي، إنما مع الرجل اللي عاش المرحلة، وعاش علي بن ابي طالب عاش المرحله، كذب ابا بكر وقال، ولذلك قال اعطيني الفلوس، اعطيني الاموال، فاذا كذب ابا بكر. علي بن ابي طالب الى بكر وذهب الى عمر. لا ذهب لابي بكر وبعد ذلك ذهب لعمر، اثنيناتهم. نعم، اثنينهم في الحديث قراته، ذهب لابي بكر وبعد ذلك ذهب لعمر، واثنينهم قال لهم انتم كذبه اعطوني الفلوس. انا بفهم علي، هذا السلف، انا سلفي، انا الان سلفي، انا بفهم السلف. اي تفضل اجيبك. علي سمع من رسول الله لما قال نحن معشر الانبياء لا نورث، علي سمع بهذا الحديث، فعلي يعلم هذا الحديث. الاشكال ان ما السبب لذهابهم الى عمر؟ الاشكال انه اختلف مع العباس في تقسيم الاموال على بني هاشم، هذا هو سبب اختلاف بين. لا هو قال إرث، هذا هو قول الشراح. لا قال إرث يا أخوي، شو الشراح؟ الشارح هو يكتب، أنا ما أريد من الرؤوس، أريد من إنسان عاش المرحلة، ولهذا أقول أنتم لستم سنة. أنت إما تأتي من السنة من النبي صلى الله عليه وآله، وإما تأتي من السلف الصالح اللي هم منه بزعمكم ابو بكر وعمر. اكمل يا استاذ، اكمل الله يبارك فيك. نعم، فانا الان سلفي، علي بن ابي طالب ضربهم الان، انا اريد فهم علي بن ابي طالب، انا مع علي، وعلي مع الحق والحق مع علي، انا ماسك. نعم، بفهم علي ابدا ما زحزح، لان علي بشهاده عمر، بس اسمح لي، علي بن ابي طالب بشهاده عمر انه اقضى امه محمد، ابدا يجي ابو بكر اتركه، يجي عمر اتركه، اي انسان اتركه، لان عمر 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 قال لي علي، تمسك بعلي هو اقضى امه محمد، وانا متمسك به، اي واحد يخالفه ما اريده.
أنا أجيبك على الأقل. علي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث. علي ما دام أنه يعلم فعلي عندنا نحن ليس بمعصوم. علي عندنا نحن يصيب ويخطئ. ليش طالب؟ قد يكون أخطأ. ليش طالب؟ لما جاء يطالب بالميراث وهو سمع رسول الله قال شو يعني أخطأ؟ لا ماشي هذه من العقيدة السنية عندنا. بس على هذه العقيدة. اسمح لي. نعم. أنا قد يكون علي أخطأ وهو يعلم بقول النبي. يا عمي اصبر أنا أفهم. أنا زوجتي ذهبت إلى رجل وقالت له أعطيني ميراثي من ذاك الرجل. إجت زوجتي وقالت هذا الرجل ما يعطي، يقول ما عندك فلوس. الآن أنا أصدقه أم أكذبه؟ إذا ذهبت إليه قلت له أعطيني الميراث معناه أنا أكذبه، لا أصدق بما قال لزوجتي، صح ولا لا؟ ذهب هذا الرجل. بس اسمح لي خلي أكمل. ذهب هذا الرجل، جاء رجل آخر، كذبت الأول وجئت إلى الرجل الثاني، ما صدقت ما قاله لزوجتي ولا صدقت ما قاله لي، ومرة الأخ ذكر لي أنه ما أعطيك وأيضا ما صدقته. إذن شنو علي بن أبي طالب، ماذا تحكمون عليه أنه وهو قاضي أمة محمد، ماذا تحكمون عليه؟ بماذا حكم على أبي بكر وعمر؟ تفضل. أنا أجيبك. قضية فاطمة الزهراء لما جاءت تطلب ميراث أبي بكر، هي لم تعلم بحديث رسول الله نحن معشر الأنبياء. سلمنا. عاشت بضعة أيام وتوفيت رضي الله عنها. سلمنا. هي ما علمت. هي ما علمت. سلمنا. نعم. الآن علمت. قضية علي. يا عمي مو هذا موضوع علي. تفضل. لا أنا فقط يا أستاذ وعد، أنا فقط أريد منك أن تأتيني بالشراح الحديث، لأنكم تتهمون قضية عمر قال في فرأيتماه ليس علي كلام الشراح غادر وإنما الاستفهام. عمر كأنه يستفهم. يا عمي أعطيتك كلام الشراح. أنا أعطيتك كلام الشراح، شرح علي بن أبي طالب. لا بس أن تعرب، أنا لم أشاهدك. لا بس أن تعرب. لا سو اليوم أو غدا إن شاء الله. الآن أعطيتك علي بن أبي طالب شرح بتصرف وبمنادات وبإصرار، شرح الحديث علي بن ابي طالب. ليش اروح للنووي؟ عندي لا عندي. اسمعني علي بن ابي طالب شرح الحديث لما اختصم علي والعباس. اي هو ذهب. ما السبب في اختصامهم علي بن ابي استاذ احنا ليش نلف وندور؟ علي بن ابي طالب ليش سلف استاذ بس استاذ محمد اسمح لي خله خدمك. احنا شوف الحق واضح. علي بن ابي طالب راح قال اعطيني الفلوس، أعطني الأموال، نقطة راس سطر. إذن علي لم يفهم لا من فاطمة عليه السلام عندما نقلت له، ولا من أبي بكر ولا من عمر. شنو حكم علي بن أبي طالب عندكم وهو قاضي أمة محمد بشهادة البخاري؟ نقطة راس سطر. يا علي يصيب دائما كما الصحابة يصيبون دائما، ولكن أحيانا يخطأ سواء علي أو عمر ولا إشكال. زين كم مرة اسمح عندما ذهب هو العباس إلى عمر واضح. وقع خلاف ما بين علي والعباس واضح. في تقسيم أموال فدك. لحظة يا عمي حتى أفهم أستاذ محمد حتى أفهم. لما جاءت فاطمة لعلي بن أبي طالب وأبلغته فهم خطأ، صح ولا لا؟ من الذي فهم خطأ؟ علي بن أبي طالب لما قالت له فاطمة أن أبا بكر منعني. نعم. طيب وفاطمة غضبت على أبي بكر، يعني رأت أنه ليس على الحق. نعم. طيب ليش علي بن أبي طالب ذهب؟ بس اسمح لي استاذ، غضبت بغير حق ليس مع دليل ليس الحق أن تغضب، يعني لأن الحق مع أبي بكر، يعني أبي بكر سمع رسول الله. يعني أنت تقول أن فاطمة الزهراء غضبت بغير حق. نعم بغير حق. نعم. طيب لأنها لم تسمع أبوها قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء. يعني أبي بكر هو الذي سمع ولم يعطيها. واضح. يعني النبي صلى الله عليه وآله أيها المشاهدون الكرام عنده بيت واحد مثلا أو عدة بيوت، وعنده وريثة واحدة، فماذا صنع النبي؟ ذهب ليبلغ الطرف الآخر، الجيران والمحافظة أخرى وبلد آخر،
والوريثة نفسها ما بلغها، والله قال لتبين، قال له بلغ ما أنزل إليك. الله الله، قال له بلغ ما أنزل إليك، فهو راح بلغ البعيد وترك أهل بيته واللي هم معنيون بالقضية. هذا واحد يعني النبي، بس اسمح لي، إذن النبي خالف الله، الله قال بلغه وما بلغ، بس بلغ أبو بكر فقط، قال تعال تعال يا أبو بكر تعال عندي سر، ترى فاطمة هي المستحقة وهي البنت الوحيدة وهي، بس اسكت أنا ما راح أقول لأي إنسان، فقط أنت، سأقول لك أنه أنت، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ضمها من تجيك فاطمة قل لا، وبنتي أبدا خليها تغضب، غضبها غضب الله، ما لك علاقة، ما لك علاقة، أنا نبي وكيف أتصرف. زين، إجا علي بن أبي طالب عليه السلام الآن، قالت له فاطمة إنه النبي صلى إنه أن أبا بكر يقول إنه ما عندك شيء وأنت اذهبي وأبيت أن أعطيك. زين، الآن علي بن أبي طالب صدق أبا بكر أم كذبه؟ تفضل. أنا أجيبك عن قضية زارة كيف لا تعلم بحديث رسول الله وهي الأقرب، فالأولى هي أن تعلم، صحيح؟ عليا في كتبك يا أستاذ واد، وأنا إذا أشأت بحك النصوص، عليا لما هجموا على دارها وكسروا درعها، شو دخل هذا الأمر؟ شو دخل هذا؟ لا لا، هي لم تعلم بوصية رسول الله. أستاذ أنا أكمل لك، والله أنا أخرج من الموضوع رسول الله لعلي. أستاذ محمد، أستاذ محمد، حتى مهما تعلمك لا تحرك من الأمر شيئا. أنت إنسان مؤدب، شوف إحنا الآن أنا مؤدب، بارك الله فيك على هذا الجمع، بارك الله فيك. أنا أجيبك من كتبك على كيف زهرة لم تعلم بوصية رسول الله لعلي. أصبر أستاذ محمد، وقالت لعلي اشتملت شملت الجميل. أستاذ محمد، أستاذ محمد، بس أصبر أصبر. إحنا يا مكرم، إحنا الآن نتناقش في أمر معين، ما هو الأمر؟ إنه قضية هذا الحديث، الآن تذهب لي إلى قضية أخرى، سوف أعبر معك إلى قضية أخرى. لا 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 لا، حتى أنت قلت يا أستاذ وعد كيف لا تعلم الزهراء بحديث نحن معشر أنبياء، فهي الأولى هي أن تعلم، الأولى هي أن تعلم، صحيح؟ يعني كيف يعلمها البعيد وهي لا تعلمه وهي قريبة جدا؟ لا أنا ما لا مو هذا قولي، قول هذا ما قصدت، لا لا بس اسمع، يخبر البعيدين ولا يخبر وهي أقرب إليه. اسمح لي أنا قولي، حديث نحن معشر أنا قولي أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله قال له الله تبارك وتعالى بلغ ما أنزل إليك، صح؟ صح. لماذا لم يبلغ فاطمة وهي المعنية بهذا الأمر؟ أنا فهمته، فكيف فاطمة لا تعلم بوصف رسول الله لعلي مهما فعل لك لا تحدث من الأمر شيئا، بس اسمح لي تعاتبه لعدم القادر على ربك أبد أبد أبد. هذه رواية ينبغي أن نتكلم في صحتها، الآن نتكلم في رواية صحيحة. صحيح. الآن بس اسمح لي، لا يا أستاذ وعد صحيحة، اسمح لي بس ما مشكلة أستاذي، اسمح لي يا عمي، بس اسمح لي الآن أنت لم تعلم بوصية، أصبر. الآن سلمت لي أن عليا عليه السلام كذب أبا بكر حتى ننتقل إلى الموضوع فاطمة عليه السلام. علي ما كذب أبي بكر. طيب علي ما كذب أبي بكر. علي يعني لماذا؟ طيب ماشي. إذن أجب عن السؤال، لماذا ذهب لأبي بكر يطالبه؟ ربما ليرضي زوجته، ربما ليرضي زوجته وهي تضغط على علي. هذه نقطة واحدة، يرضي زوجته بالباطل أم بالحق؟ لا أنا قلت لربما أنا لم أطلع جيدا على النصوص وعلى الشرع. أستاذ محمد، هذا أي دين؟ ربما وقيل وقلنا وقالوا، أنا أريد كلام من أنت تقول لربما، أنا لا ما قلت، ما قلت، شوف أنا لا جاءت لباب اسمعني، لا لا لا، أنا من عندما طلبتني الآن أريت الكتاب أمام الشاشة، أنا ما عندي ربما، ما عندي لعل، أنا أري النصوص، كتاب موجود الآن أقرأ لك من الكتاب. اي انسان ابي بكر معذورين يا استاذ وعد، يا استاذ وعد، ابي بكر وعمر معذورين ام غير معذورين بنص رسول الله؟ لا انا ما علي بن ابي طالب، انا لا ما علي، انا دليلي علي بن ابي طالب، انا سلفي، دليلي السلف الصالح علي بن ابي طالب عليه السلام.
أنا الآن سلفي سلفي 100%. نعم. شارح الحديث ومطبق الحديث. نعم. حياك الله شرفنا بك. شرف الله أمرك. سعد اتصل غيري لأنه شكرا كثيراً. شكرا. أنا فقط أعرض إن شاء الله النصوص شرح منه وبارك الله فيك. شكرا لك. هم حجة علينا. شكرا الله. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. تفضل من معي عفوا.